أنا يعني طرأ على ذهني حاليا مثلا المبنى الجميل جدا المستقى من التاريخ الفرعوني للمحكمة الدستورية العليا، هو مبنى الحقيقة بقى فرجة على النيل. صحيح هل نقدر يعني صحيح يعني ننشئ مساكن أخرى وتجمعات أخرى سكنية بهذا الشكل؟ ممكن، بس ما يبقاش نسخ لا طبعا منه، إنما يبقى فيه إبداع. هي المشكلة عندنا الحقيقة بمنتهى على بلاطة، يعني منتهى الصراحة، هي مشكلة إبداع، لأنه التصميم المعماري هو إبداع، لأن العمارة هي أم الفنون. وفي الكتاب بتاع جمال المضاد اللي كنا بنتكلم فيه من شوية، في جزء خاص بالعمارة، في نماذج معمارية ورحلة العمارة والعمارة الحديثة إلى آخره. فالعمارة هي أم الفنون، بمعنى إذا كانت أم الفنون بمعنى أنها يجب أن تكون مسرح أو مجال لإبداع متميز. فإحنا عندنا مأزق العمارة الحديثة في مصر هو انغلاق الإبداع، مجال الإبداع فيها. يعني محتاجين معماريين، مصممين معماريين يمارسوا إبداعات جديدة في المجال المعماري. لما يعملوا كده ممكن يستوحوا أو يستلهموا أي طراز يشوفوه، بس يعملوا عمارة مختلفة. زي المثل اللي حضرتك ضربتيه بمبنى المحكمة الدستورية العليا، هو مستوحي الله يرحمه مهندس أحمد ميتو، مستوحي في التصميم بتاعه طراز فرعوني، بس ما هواش بيقلد الطراز الفرعوني. يعني هو مستوحي، ومن حق أي حد، ومتميز الحقيقة طبعًا. شكله جميل جدا طبعا، متميز. وحضرتك برضو يعني دلوقتي الحقيقة برضو قلت شيء هام، هي فكرة أنه لما بنشوف الأفلام القديمة بنشوف فيها العمارة المصرية القديمة. هل حاليا إحنا يعني حريصين على يعني إتاحة الفرصة للتصوير السينمائي للمصريين أو لغير المصريين في مدننا وفي أحيائنا وفي شواطئنا، بحيث أن إحنا فعلا في يوم من الأيام حاسين أن إحنا أرخنا لمصر سينمائيا، وبالتالي أرخنا لمصر كصورة، زي ما بنشوف الأفلام الأبيض والأسود دلوقتي بنشوف الميادين القديمة، الشوارع القديمة، فكرة التعقيدات في عملية التصوير السينمائي طبعا طبعا، والمبالغ يعني المطلوبة طبعا، أعتقد أنها عايزة إعادة رؤية، ما فيهاش كلام. يعني لما تشوفي حضرتك أن المغرب حاجة مذهلة جدا، المغرب تبقى جزء من مصدر الدخل القومي بتاعها هو سينما. التصوير السينمائي في المغرب. تصوري لما يعملوا أفلام بتدور في جو فرعوني او في قصص فرعوني، يروحوا يعملوا استوديوهاتها ويعملوا ينشئوا الاستوديوهات بتاعتها في المغرب، يعملوا في المغرب استوديو فرعوني عشان يصوروا فيلم او روماني او كذا، وما يجوش للاصل لان هم عارفين التعقيدات اللي هيواجهوها في مصر. هي الحقيقة المسألة عايزة إعادة، مش في الفوتوغرافيا يعني، مش في السينما بس، في التصوير الفوتوغرافي كمان، في المتاحف. يعني انا مندهش جدا إن وزارة الثقافة فرضة 1000 جنيه على اللي يصور لوحة في متحف من متاحف الفن، متحف الفن الحديث في أي متحف تابع لوزارة الثقافة، اللي يصور لوحة يدفع 1000 جنيه. يعني قال اللي عايزين يصوروا اللوحات واقفين طوابير قدام المتحف، هيرفع دخل وزارة الثقافة. طيب احنا لما بندخل يعني أي متحف بره بنصور، بتصوري وببلاش، وبتصوري ببلاش، وكان نوع من الدعايه فعلا للمتحف. بالظبط، مش الدعايه للمتحف بس، انت بتمارسي هوايه، هو ما بيحرمكيش. يعني هو ليه بيفترض ان اللي عايز يصور لوحه ان هو هيستغل هذه اللوحه استغلال تجاري؟ وحتى لو هيستغلها استغلال تجاري، ايه المشكله انه يستغلها استغلال تجاري؟ ما هو فيها انتشار للفن، والأصل موجود وفيها انتشار. يعني واحد صاحبي بيعمل راح يطلب تصوير مش عارف 20 لوحة ولا 30 لوحة من متحف بدون ذكر أسماء يعني، فقالوا له 1000 جنيه، يعني هيدفع حوالي 30,000 جنيه، يدفع 30,000 جنيه عشان يصور 30 لوحة. فيقول لهم ده مبلغ كبير، فيقولوا له إيه؟ يقولوا له طب ما أنت هتطبع كتاب، هتطبعهم في كتاب، وكأنه هيروح يشتغل في تجارة رائجة جدا. يعني الكتاب ده كأنه هو مثلا هيجيب له ملايين الجنيهات لما يطبع كتاب. طب وفيها ايه لما يطبع كتاب؟ ما تساعدوه يطبع كتاب، بالعكس ده فيه يعني تأريخ للي موجود، ما تسيبوه يطبع كتاب. أيوه. ما تشجعوا صناعة الكتب وتسويق الكتب، ما تبقوا
وتنشروا الفن. صحيح.